كان العالم الجليل ابن النفيس عندما يشرح قوله او فكره كان من عادته ان يقول لنورد قبل هذا الشرح مقدمات ويضع بعض الحقائق او المعاني التي تساعدنا على ادراك مقصده او شرحه لهذه الفقره او هذه الفكره. وعلى هذا النسق اسمحوا لي ان اورد قبل تقديم فكرتي مقدمات. المقدمه الاولى انا لا باع لي في السياسه، ليس لي باع في السياسه ولا احب ان يكون لي باع فيها. فمجال عملي هو الافكار، والافكار تختلف عن العمل السياسي. العمل السياسي خطط معلنة أو مستترة، وسائل لتحقيق الكتلان أو الإعلان بحسب ما تقتضيه مصلحة سياسية. أما الكاتب والمفكر فهو يعطينا رؤية ولا يزعم أبدا أنها يقينية، وإلا هو يدعي النبوة وحاشا لله. نحن نقدم أفكارا نرحصها فنختار منها شيئا نقبله وأشياء قد لا نقبلها أو نتوقف عندها. وبهذه الحركة التي تسمى في الفلسفة الجدل أو الديالكتيك، بهذا تتطور المعرفة الإنسانية، ومن ثم فما سوف أطرحه بعد قليل هو فكرة قد تقبل أو ترفض، وهي ليست خطابا سياسيا بأي معنى من المعاني. النقطة الثانية أن العراق على مستوى شخصي يمثل عندي أشياء عميقة من حيث مجال دراستي في التراث العربي، وأي باحث في التراث العربي لابد أن تكون للعراقي عنده مكانة خاصة. أنا أذكر كنا في معهد المخطوطات العربية، لجنة تسمى لجنة السبعة، التي وهي اللجنة المنوط بها رسم سياسات التعامل مع المخطوطات، وكنت قد انضممت لهذه اللجنة لا أدري كيف، فقد كنت في الأربعينيات من عمري وكان أصغر الأعضاء الآخرين في السبعين مثلا. وأذكر في يوم اقتحام بغداد أن رئيس اللجنة في الاجتماع قال: واليوم
تصبر وانهمر الدموع. وتوقف الاجتماع لان هؤلاء الذين يعملون في التراث العربي يعرفون جيدا ماذا تعني بغداد وماذا تعني العراق. ولكن على مستوى شخصي كان موضوعي لنيل درجه الدكتوراه هو عبد القادر الجيلاني الذي عاش في بغداد، وكان أفضل عمل قمت به واستغرق 12 سنة كاملة وهو تحقيق كتاب الشامل في الصناعة الطبية لابن النفيس وصدر في 30 مجلدا. سنوات كنت أنقب عن مخطوطاته في العالم، فكان المجموعة الكاملة في مكان وحيد هو المحرر في بغداد. وعلى المستوى الشخصي أيضا وجدتني منذ وقت مبكر شديد الميل والمحبة للكرد والثقافة الكردية، نتاجا وكان ذلك نتاج لمواقف شخصية مع أشخاص التقيت بهم في زمن البدايات وحدثوني عن عمق المأساة، ولذلك لم تكن صدفة أن أول ترجمة لرواية عزازيل التي ترجمت لقرابة 30 لغة أول ترجمة صدرت كانت الترجمة الكردية، لأن المترجم حسبما أنا لم أره ولم أرى الكتاب حتى رأيت صورته أرسل لي رسالة يقول أنك في هذه الرواية أثبت لنا وجودا في القرن 5 الميلادي، يعني حتى قبل الإسلام بمئات السنين، وتحدثت عن وجود الأكراد في كردستان، فأجبته بأن هذه حقيقة تاريخية. ثم وقع في يدي موسوعة من 3 مجلدات عن ظهور الكرد في التاريخ لمؤلف كرد، ورصت في هذه الموسوعة. فلما تأملت الظلم الذي عانى منه الكرد على يد الأتراك والمستبدين العرب والفرس أيضا، وجدتني شديد التعاطف معهم، ولهذا كتبت كثيرا في السنوات المظلمة وصرحت بأن المأساة الكردية لا بد أن تكون موضع نظر وكفانا ألما. كتبت ذلك في وقت كان الكرد يحاربون فيه الكرد. فهذا الميل وتلك المحبة للعراق وللكل وبلادهم هي التي ستدفعني أو تدفعني إلى طرح فكرتي التالية التي جعلتها بعنوان صعيد مصر وكردستان العراق
مختلف. أهلاً أحمد. حتى الآن ما شفت سعدة وأعتقد ما يجي. وعندما كتبت أمس هذا العنوان. كاكا زيرك بالبداية صح كان مشكلة بالفيزا لكن بعدين حلت مشكلة وإجا أتمنى تجي والله متشوقين شوفتك الماضي قبل الحاضر وردبت عليها قائلا التكتيب مقصور وسوف يتضح مغادي منه بعد دقائق دعوني أولا أخبركم عن صعيد مصر او مصر العليا او المنطقة النصف الجنوبي من مصر عندما يسألني شخص عن اصلي انا نشأتي سكندرية لكن اصلي صعيدي أقول هذا وغيري أيضاً يقول دون أي شعور باستقلالية صعيد مصر عن مصر صحيح أن نمط الحياة في الصعيد مختلف وصحيح أن طبيعة الحياة في الصعيد تختلف عن طبيعة الحياة في المدن العواصم كالقاهرة والإسكندرية وعن منطقة الدلتا وصحيح أن معظم بلاد الصعيد تختلف عرقيا عن بقية أنحاء مصر وللتوضيح في مصر منطقة تسمى الواحات والوادي الجديد هذه تسكنها جماعة عرقية هي الأمازيغ وصعيد مصر حتى من أسماء البلاد تجد بني مور بني مزار جهينة جهينة الأخبار العوامية أبناء أو سلالة عبد الله بن الزبير بن العوام ومعروف تاريخيا أن العرب كانوا يستوطنوا الصعيد قبل دخول الإسلام حتى ولذلك أوصى الخليفة عمر بن الخطاب عمرو بن العاص يوم خروجه إلى مصر على رأس جيش من 3000 وقيل بل 3500 كلهم من عك وعك قبيلة يمنية كان يقال توصف بأنها قبيلة الأخادر وحتى الآن نحن في مصر إذا أردنا أن نصف شيئا يعني رديئا نقول بالعامية طبعا فيه عك إذن عرقيا وثقافيا وعلى مستوى اللغة اللهجات الموجودة في الصعيد خصوصا في سوهاج أقرب ما يكون إلى اللهجة القرشية بينما العامية المصرية ككل فيها سمات من اللغة العربية الجنوبية في اليمن من حيث أداة التعريف بالألف والميم إلى آخره هذا المكان الممتد كتب تاريخه أحياناً منفصل فالأدفوي المؤرخ مثلا كتب كتابا مشهورا بعنوان الطالع السعيد في نجباء الصعيد هل
سمعت أو رأيت حالة واحدة تحرك فيها شخص أو جماعة صعيدية تطالب بالاستقلال عن مصر؟ لا. أهل الصعيد حاربوا وقتل منهم عشرات الآلاف في الحروب تحت الراية المصرية وفي الجيش المصري، والشاب الصعيدي عندما يخدم خدمته العسكرية يخدمها دون تمييز في الجيش المصري. ما وجه التشابه هنا بين كردستان والصعيد؟ والتشابه في استقلال الإقليم جغرافيا، فالمنطقة المعروفة تاريخيا باسم كردستان لها طبيعة خاصة، وهي بالنسبة للعراق في الشمال والصعيد بالنسبة لمصر في الجنوب. على مستوى اللغة واللهجة يتحدث الكرد لغة خاصة بهم ولها شكلان رئيسيان كما هو معروف، ويتحدث أهل الصعيد بلهجة لو سمعها القاهري لاحتاج إيضاحا لها. وأنا نفسي لأني نشأت في الإسكندرية، عندما ذهبت إلى الصعيد عندما رحت الجامعة كنت شابا، لم أكن أفهم معظم الكلام الذي يقال أمامي، فاللغة والإقليم والتاريخ يؤكد التشابه بين الصعيد وكردستان. ولكن كردستان العراق ليست كل كردستان، هي جزء مهم من التاريخ الكردي والثقافة الكردية والعرق الكردي الذي يقابل العرق العربي الموجود في الصعيد، لكن العمق الكردي ليس في العراق، في ديار بكر، في شرق تركيا تحت يد بني عثمان وخلفائهم والثائرين عليهم، وكل جماعة محلية لا بد أن يراودها هاجس الانفصال والإعلاء الذاتي، أو بصراحة أشد وبالحب الإعلاء الوهمي للذات، لأننا متشابهون جدا، الثقافة تفرق أحيانا في عاداتنا وتقاليدنا، ولكن الفكر الإنساني يجمع بيننا. لا أريد أن أدلي بما عندي تصريحا، وإنما تلميحا على قاعدة أن اللبيب والألباء بالإشارة يفهم ويفهمون. للكرد حق في الحياة، وللعراق حق في الحياة، ولو استسلمنا لهاجس الانعزال والانفصال فسيكون ذلك
في الزمن الحالي والمدى المنظور مدمرا للكيانين، الكيان الثقافي لكردستان والكيان السياسي للعراق. والعراق أطرعت بالآلام وتحتاج فترة نقاء. أرجو مخلصا ومحبا للكرد وكردستان أن يتفهموا ذلك وأن يحافظوا قدر الاستطاعة على حكم المنطق والفهم والسلوك الإنساني ولا يستجيبوا للهواجس الداعية إلى جلب الويلات لهذه المنطقة. أعلم أنهم عانوا كثيرا، وأعلم أن هناك خبرات شخصية وجماعية مؤلمة، أعرف هذا والكل يعرف هذا، ولكن انتبهوا، انتبهوا أيها الأحبة، المستبد الذي ضرب أو قصف الكرد بالغزل السام لم يفعل ذلك من حيث كونه عربيا، لا، فعل ذلك من حيث كونه مستبدا، وإلا فقد وقع الشقاق والخلاف بينه وبين العربي المجاور. ألا نعلم سوء الحال بين حزب البعث في العراق وحزب البعث في سوريا؟ وألم يقصف المستبد السوري بالطائرات حمص وحماه؟ والمستبد المصري ألم يضرب أسيوط أيضا بالطائرات؟ المصريين يعرفون ذلك. إذن المأساة لم تكن بسبب عبودية أو كردية، إنما بسبب ظلم سياسي واستبداد سياسي. فانتبهوا ولا تعيدوا الكرة، والتقطوا هذه الإشارة. رحمكم الله ورحمنا جميعا، وشكرا لحسن الظن. يوسف زيدان على هذه الكلمة، بالتأكيد رسالة محبة واحترام للعراق ووحدة العراق ومحبة لكردستان، ولكن هذا الموضوع بالحقيقة يعني سيتم تناوله في